الدولية. كلام سابقا عن موضوع قاعدة أو فكرة ما تسوي الشيء بنفس النتيجة لا تكلمني فيه، لأنه مو منطق بالنسبة لي أني أناقشك أو أتكلم معك فيه، لأنه مضيعة وقت لي ولك. فإذا كان الشخص يجيب نفس الشيء اللي أنت تجيبه بدرجته أو نتيجته أحسن يفيدك، إذا كان يسوي نفس واتك ودرجته أو نتيجته متقاربة ممكن يكون النقاش بناء إلى حد ما. إذا كان ما يجيبه ما يجيب نفس درجتك أو نتيجتك نفس الوضع، أما يتعلم منك أو يتركب حالك اللي مستحيل يفيدك أو يطورك. إن كان أصلا ما يسوي خلقه وبس بيعلق عليها تهريج، طبقها على جميع الأمور. مثلا على سبيل المثال مثال سريع وطبقها على جميع القواعد الأخرى، لا تكلمني في موضوع فك الفم من عدمه وانت صار رابط فم الحصان بالقطعة حقة العنان اللي تجي معه وقطعة الفم. بعض الأحيان يكون فيها روسية، كان طبعا موضوع فتح الفم تكلمت عنه بالمقطع من اليوتيوب بشكل مكثف، اللي ما شاف المقطع يرجع له في الكتاب حقه، لكن بعطيك زبدة الموضوع كمثال. يعني العنان يجي معه روسية اللي تركب فيها الشكيمة، والصروع اللي تركب فيه اللي تمسك بيدك وتربطه بالعنان. أغلب الأعنة يجي معها قطعة ثالثة تركب على خشم، ربطة الخشم اللي هي تربط على خشم الحصان وتضيق عشان ما يدري يفك فك أو فمه يمين يسار. الحصان يستطيع يفك فمه فوق وتحت يمين يسار، فلما قطعة حقة الخشم يضيقونها ويسكرونها خلاص ما يدري يفك فمه فك زايد، لأن الخشم أصلا أو عظم الخشم أو الفك مربوط. ويجي معها قطعة رابعة تركب على الفم دي حق الدريساج، فيصير الحصان خشمه في قطعة تمنع من فك يمين يسار، ويضاف لها قطعة تنحط على الفم عشان ما يفك فمه أبدا، عشان ما تطلع الشكيمة وعشان ما يفك فمه زيادة. فلما ما يفك فمه زيادة الضغط يكون زايد على الفم، فيعتقد أنهم يتحكمون فيه زيادة، وينتهي به المطاف يفقد التحكم بالحصان بسبب الشيء هذا. كيف تكلم الشخص ليش الحصان فتح معه فمه وانت صار رابط فم حصانك ربط؟ شوف نظر عن ليش فتح فمه الحصان معه، هذا موضوع آخر دخلنا سابقا تكلمنا معه. بس ما يمكن تجي تقول حصاني ما فتح فمه، انت رابط اصلا، افتح القطعة حقة الخشم وحقة الفم ثم كلمني في موضوع فتح الفم. كذلك لما نتكلم فتح الفم ما تكلمني ليش الحصان فتح فمه او لا، وطريقتك فركم صحيحة مثلا زي الطريقة الأمريكية او الفرنسية وغيره، وتدريجيا نقلت الضغط من يدك لرجلك. فالحصان طبيعي ما يفتح فمه، ان اصلا ما في ضغط باليد سواء ضغط صحيح او خاطئ، ما في الضغط في المهماز تحت، فالحصان ما راح يفتح فمه انك ضاغط المهماز. لكن زي ما فمه مسكر دائما ومرتاح فقط يمضغ الشكيمة مضغه ويلعب فيها، خصرة او جوان بحساسة فتعطي ردة فعل. فزي ما تقول هنا ليش فتح فمه من الشكيمة سواء مركب صح او خطا، يقال هناك ليش الحصان خصرة او جوان بمرة حساسة سواء صح او خطا. اذا لا تكلمني فتح الفم من عدمه وانت الضغط موجود بل زاد، لكن النقل من نقطة في جسم الحصان الى نقطة اخرى من الفم الى الجوانب. كذلك في النهاية وهو الآن لا تكلمني بفتح الفم وفتح الفم نفسه يصير مع شخص يركب ركوب صحيح والحصان فتح فمه أو ما فتح فمه يتحكم فيه بصبعه، وشخص آخر الحصان إذا فتح معه فمه معه معسول مستعمل قوة معه مضايق عشان كذا يفقد التحكم فيه. إذا كان فاتح الفم من تضايق من عسر ومتاح لأنه يفتح فمه، فتح فمه عشان يقومك ونجح وحاسك. إذا كان متاح لأنه يفتح فمه كتخفيف الضغط على فمه لكنه مركوب صح وما عسرته ما استعملت قوته ما استعملت عفوا القوة معه، فتح فمه كردة فعل طبيعية يمضغ الشكيمة ويلعب فيها ولا استطاع يستغل الشيء ده عليه فتحكمت فيه، وبنفس الوقت أعطيته حق أن يخفف الضغط على فمه عن طريق أن يفتح الفم. إذا أنت أحسن من اللي ربطه الفم لأنك أعطيته حق فعل الشيء هذا، ولا تقارن باللي عسره، لأن لما فتح فمه ما فتح من عسر ودي أنك تحكمت فيه، بينما اللي فتح فمه من عسر وتضايق فقد التحكم فيه. إذا طبق النقطة على جميع النقاط الأخرى أو قواعد ركوب الخيل الأخرى. إرخاء العنان، لا تكلمني في إرخاء العنان وأنت إرخاء العنان عندك طريقة، ووقت الجد أول شيء تسوي تجمع العنان، وأنا طريقي في الركوب تعتمد على جمع العنان وأنا مع الحصان، بس الحصان وقت الجد لو ركب العنان كب ما انطلق. لا تكلمني في موضوع الكاع وأنت ما توقف الحصان وقوف تدريجي سهل أو سلس ما بالك بالكاع. لا تكلمني موضوع الرجوع الخلف وأنت أصلا ما تسويه، ولو سويته ما تجيب نفس النتيجة ونفس الدرجة وقتها ذلك. إذا نفس النتيجة درجتك أحسن أتعلم عندك، نفس النتيجة درجتك زي ممكن نتناقش، درجتك أو نتيجتك ككل أقل أعلمك، ولا ما في أي شيء آخر ممكن يكون منطقي. أصلا ما تسوي الحركة لا يحق لك الكلام أصلا في الموضوع، وكلامك من عدمه في الموضوع كنت تكلم جدار لا أكثر ولا أقل.